بلوك 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 بلوك، خليتكم اليوم تتكلموا، لا لا ممنوع ممنوع، كل جرف تونسي انا خليتهم اليوم مش يتكلم. بلوك لحظه خلينا بلوكي باب، خليش تتكلم كلب تونسي، ما عندكش حق تتكلم، حاشا 90% من التونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وينكم يا توانسة، وينكم يا تساترة، وينكم يا برجيبيين، هذه الجزائر. اليوم خبر مؤكد، شنقريحة رئيس أركان الجيش عبر رسالة لسفير تونس اليوم، اليوم اليوم يا توانسة يا تساترة يا برجيبيين يا أولاد عمي يا شعب تونسي يا أحزاب، اليوم الجزائر تتدخل بإعفاء المدرس نادي. الجزائر اليوم لما شافت صحف دولية وشافت لوموند وشافت التايمز والناس اللي ثمنت الواحد، الجزائر تتدخل اليوم في الشأن التونسي. شنقريحة عرف قيس سعيد، ما هو قيس سعيد صانع شنقريحة، شنقريحة يتدخل اليوم في رسالة إلى يتدخل اليوم شنقريحة في رسالة إلى هذايا وسفير تونس سفير الجزائر، ويدعو إلى إعفاء منذر زنادي من السباق. امشي 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 ولاد أختي، امشي امشي امشي، وينكم يا ولاد عمي؟ وينكم يا تساترة؟ وينكم يا برقبيين؟ وينكم يا أحزاب؟ وينكم يا شعب؟ ها هذه الجزائر، هذا خبر رسمي منذ قليل، معلومات مسربة. الجزائر تتدخل اليوم عبر شنقريحة وتطالب قيس سعيد بإعفاء المنذر الزنادي اللي هبطت عليه جريدة لوموند والارتيكل موجود، وهبطت عليه صحف دولية، واللي معناها فهمتني هذا تدخل في الشأن التونسي. ويخرج علينا قيس سعيد ويحكي لك على الشيادة، ويحكي لك تنتي صانع شنقريحة. قيس سعيد اليوم صانع باع تونس للجزائر، شنقريحة يتدخل في انتخاباتنا. امشي يا مولا الباجات، امشي يا توانسة، وينكم يا تساترة؟ وينكم يا ولاد عمنا؟ وينكم يا برقيبيين؟ وينكم يا توانسة؟ وينكم يا شعب؟ وينكم يا أحزاب؟ هذه الجزائر اليوم بالفرشة، ما عادش فيها الجزائر جارة السوء، تتدخل اليوم لإعفاء المنذر الزنادي اللي اهتزت ليه صحف دولية كيما لوموند وكيما صحف كبيرة، ومعناها الراجل هذا يحبوا يقصيوه باش يقصيوه. الجزائر بالكف على قيس سعيد، قالوا له لازمك تنحي الزنادي غدوة الحي، تهبط فهمتني تنحي الزنادي. اسمعوا يا توانسة، شوفوا وين وصلنا، واللي يحكي على الشيادة واللي يتكلم على الشيادة السهواك الأكبر صانع الجزائر وصانع شنقريحة، واللي الجيش اليوم رفض تدخل الجزائر. وبهذه المناسبة أحيي ضيف الله الحبيب ضيف الله الجنرال، جنرالاتنا في الجيش التونسي، وأحيي الغول. مش تعرفوا وين وصلنا يا توانسة، مش تعرفوا وين وصلنا يا شعب، إنه شنقريحة اليوم، شنقريحة اليوم يتدخل في شأن التونسي ويبعث رسالة إلى سفير تونس بالجزائر اليوم، مش يعني يطالب قيس سعيد بإعفاء المنظر الزنادي، وهو رقم صعب المنظر الزنادي، تحب ولا تكره. صحف اليوم الموند كتبت عليه، هبطت عليه برشا جرايد، لأنه هذا الرجل يعني رجل دولة، ورجل يعني رجل اقتصاد، ورجل يقدر أنه يبني البلاد. أسمعوا يا توانسة، وينكم يا أولاد عمي؟ وينهم أولاد عمي البرقيبيين؟ وينكم يا أولاد عمي تساترة؟ وينكم يا أولاد عمنا؟ مش تسمعوا وين وصلنا، مش تسمعوا وين وصلنا في قمة القذارة. شنقريحة يتدخل في تونس، شنقريحة بالكفة مع قيس سعيد. ما قيس سعيد بايعها واخو، قيس سعيد بايع دين امها، بايعها الكل يا ولدي، المفيد يقعد. قيس سعيد اليوم المرصد الاوروبي في بروكسل للاحصاء قال لك 82% رافضين القيس سعيد. امشي 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 امشي، 82% ادخلوا اكتبوا لي اس هاش بروكسل، تو تشوفوا قداش عملوا احصائيات على قيس سعيد. العالم الكل يعرف، الشعب يكره قيس سعيد، المحيط يعرف، التواصل كل شكون قعد له؟ رياض سكالوب،
رياض سكالوب اللي يتطاول على سيد احمد صواب، رياض سكالوب رياض جراده اللي معناها تحيل، واللي احنا كنا في مكتب التنفيذي في اتحاد الطلبه غير مصنف، رياض سكالوب باك بلس 6 شهور في الليزات، راس ماله القباحه اصبح برتبه متحيل سياسي وخيبه، معناها يعني رياض جراد يتطاول على المحكمه الاداريه، وقيس سعيد يتعمد على رياض سكالوب. يعني مش تعرفوا اليوم وين وصلت بيه رياض سكالوب، ولا يحل في فمه على الفقه القضائي ويتطاول على الساده القضاه في المحكمه الاداريه. رياض جراد، رياض سكالوب اللي طردوه من ليزات القصرين، يمشي يمشي ولد اختي، يمشي 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 يا ظافر يا ظافر، بارتاجي بارتاجي بارتاجي، مانيش لاهي بالبارتاج، يمشي. رياض سكالوب ها تو احنا يا رياض سكالوب، يعني احنا على الاقل مصنفين، وانا نقراه في المرحله يعني ان شاء الله اشهر قليله ونكملوا الدكتوراه تاعنا في العلوم السياسيه، ونضالاتنا معروفه في اتحاد الطلبه، وحتى مقالاتنا موجوده في صحف دوليه والناس الكل تعرف. انت شنو مسيرتك؟ مسيرتك قدام التوانسه يا رياض يا سكالوب، يا وجه الفقر، يا متحيل يا قبيح. قبيح مش هكا السياسه، ما نجيش نتقبح في راجل اكبر مني كيما سيد احمد صواب، قام معناها 34 سنه يا توانسه، 34 سنه سيد احمد صواب في مقام بوه، ها ويتقبح فيه واحد كيما رياض سكالوب. سيرته الذاتيه سطورات حمراء، عندوش تاريخ، تاريخه سطورات حمراء، كان مع الشاهد طاح الشاهد تقلب مع الشاهد، كان مع نبيل مقارونة طاح نبيل مقارونة تقلب مع نبيل مقارونة، وكتب في 2019 قال لن انتخب قيس الاحمق، كان مع نادي عكاش، وهذا الكل بالوثائق ولا دختي، هذا الكل الخار، راني كي نرشم كي نرشم راني ما نفدكش، هاكا برا شوفوا البيان تاع الطلبه، تو نحكي لكم. نادي عكاشة شبهها بالإمام الشافعي والإمرأة الحديدية وما نعرفش شنو ولا وكذا وكذا. بعد دار عليه السيد هذايا يبتز في رجال أعمال، وهذه ورقة محروقة عند التوانسة الكل. رياض جراد باك بلس 6 شهور يا توانسة، باك بلس 6 شهور، طردوه في ليزات القصرين، قرا 6 شهور، سرق سكالوب، سرق سكالوب، سرقه هو وثلاثة من الناس في المطعم الجامعي أخي، وقع عزله نهائيا من الدراسة، وتحول بعد كذلك معناها إلى معناها الله يسامح الإعلام، الله يسامح. اليوم رانا نلوموا قناة التاسعة، ونلوموا عمر جنيح، ونلوموا الإعلاميين، ونلوموا الإذاعات نتاعنا، ونلوموا فهمتني الصحافيين نتاعنا، ونلوموا النخبة نتاعنا، ونلوموا النخبة، وتبدأ عنده معناها اللي خلات روحها تقارع رياض جراد اللي كان محقور في الطلبة. كنا مصنفين عباد معروفة فهمتني، كنا سيد هذايا معناها غير مصنف فهمتني، يجي معناها يتقبح ويتطاول على مؤسسات الدولة، وانتوما خليتوا برواحكم يا نخبة، انتوما خليتوا رواحكم يا سياسيين، عندك 30 سنة 40 سنة ومقالات، تلقى روحك تعارض تقارن روحك برياض جراد وتناقشوا فكر وطرح، شنو الطرح اللي عنده رياض جراد إلا القباحة إلا قلة الحياة، وكان جات القباحة توصل راهو خال، لا رانا احنا ما ناخذوش القباحه، السياسه بعمرها لعلمتنا القباحه، السياسه طرح وافكار واستشراف، لكن للاسف هذا هو المشهد الحالي، وهذا هو المشهد اليوم اللي رياض جراد يعني هذا 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 العميل والمرتزق، هذا 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 الكلوشار اللي يشوه في معناها يشوه في 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 يعني ويتطاول مش حتى يشوه. دونك كما قلنا الشنقريحة اليوم الجزائر تتدخل بصفة فورية لإعفاء منذر زنيدي، وهذا هو يا توانسة اللي ما نجموش نقول عليه أنه هذا إلا تدخل، لأنه قيس سعيد باع تونس للجزائر، قيس سعيد صانع عن شنقريحة بالكف، راهو أكبر لحاس نتاع الغرب هو قيس سعيد، ردوا بالكم، أسألوا الخال اختصاص علاقات دولية وعلوم سياسية وأعلموا ما لا يعلمون، أكبر لحاس. وقيس صعيد تو كان يلقى اسرائيل يفتح لها مكتب، تو 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 تو، هذه مساعي من محيطين به، لانه قيس صعيد همه البقاء، همه البقاء، ويقعد لك حتى 10 و20 وسجره ما يبنيها لكش. جيعان جابوا بديده بكيلوتي، وقال لك انا كابوسانس السواقر، جابوا بديده لقاه طايش في المنيهله، والله غالب معناها حابين نطلعوه هاربين من المنظومه، نلقاو وحنا في واحد جيعان وطاح في شقاله كسكسي اللي باع تونس للجزائر، واللي اليوم معناها يا توانسه هذا
شنقريحة رئيس الأركان يبعث برسالة إلى سفير تونس بالجزائر ويدعو رسميا اليوم إلى إعفاء المنذر زنيدي في تدخل صارخ في جارة السوء اللي جابت لنا مليون افريقي واللي دمرتنا واللي خلتنا في عركة مع العالم الكل، حتى روسيا اللي كانت حليفة الجزائر اليوم في حرب في الجنوب في تغامس وفي بئر النفط في شرارة، حتى تعلمون أن هذه الجزائر فاشلة وأن هذه الجزائر هي يعني هي مفتاح للفقر وهي مفتاح، واللي تبع جرتها ما يضرب كان الفقر والجهل، كما قال تبون 90% من شعبي جاهل، هاك علاش للأسف. وإن شاء الله الشعب الجزائري وإن شاء الله الشعب الجزائري ما يستحقش تبون وشنقريحة. شعب الجزائري أكبر من تبون وشنقريحة. شعب الجزائري مش نتاع جنرالات، لكن الله غالب، الله غالب يتحكم فيه تبون وشنقريحة. اللي شنقريحة يحب تونس، معناها شنقريحة هو رئيس أركان الجيش، يحبوا تونس تولي محافظة ليهم. وقت العركة التيلانية نتاع الجيش يتوانسى، الجيش رفض تدخل تونس، تدخل الجزائر في الجيش التونسي وفي الشأن التونسي، ورفضوا التنقل لتأمين المنطقة الحدودية، مش ما نعملوش عركة مع حفتر وجيراننا في العركة اللي صايرة توا في غدامس وفي بئر حقل بترول شرارة. وتصداو الجيش القيس سعيد وقالوا له راهي ما عندهاش حق الجزائر، وتصداو القيس سعيد في الانتخابات، وهذا هو جيشنا الباسل، لأنه عقيدة جيشنا يتوانسة تعود إلى ما قبل الجزائر، عقيدة نحن اليوم عنا حاجة ما نعرفوهاش حتى في العلوم السياسية، أن تونس لها مؤسسات منذ 1881، منذ عهد الحماية مؤسساتنا، رانا اليوم نعيش وكان بالمؤسسات، ما عناش رئيس، رئيس في غيبوبة يرقد الفجر يرقد 8 ويمشي للسدود ما تحكيليش عليه، رئيس سهواك، رئيس 5 سنين كرهنا في حياتنا، قلنا منظومة 10 سنين جينا نلقاو 5 سنين ردها لنا جمر، الانتخابات كرهنا فيها، مغصها العيشة في تونس، الناس الكل اليوم المرصد الأوروبي يتواسى المرصد الأوروبي شي يقول؟ المرصد الأوروبي اليوم للإحصاء في بروكسل قال لك 82، وهذه إحصائيات لازمنا نفرح بها كشعب، إحصائيات أنه 82.6 من الشعب التونسي ضد قيس سعيد ورافضين البقاء قيس سعيد. الوضع يتغير، وينكم يا أولاد عمي؟ وينكم يا تساترة؟ وينكم يا بورقيبيين؟ وينكم يا تجمعين يحبوا يقصيوا المنذر الزنايدي اللي هو رجل دولة، واللي انتفضت عليه جريدة لوموند، كتبت عليه اليوم والتايمز، العالم الكل اليوم انتفض مع منذر الزنايدي لا لشيء، لأنه رجل اقتصاد، لأنه من 1979 أول وزير اقتصاد في تونس ابن المرحوم عبد العزيز الزنايدي. هذا اليوم تتحدى الكل، يا ولاد يا ولاد يا ولاد يا ولاد يحيى باباي، يا جماعة يحيى باباي 5%، يا جماعة السهواك ولاد محبوبة، هل عندكم ملف فساد عند المنذر الزنايدي؟ المنذر الزنايدي شد رئيس الترجي الرياضي التونسي، المنذر الزنايدي يعني اصلا عائلة لاباس عليها من قبل، عاش في الخير، راه تحسبوه جيعان كيما هالسهواك وخوه اللي قلبوني في 500 مليون، كيما السهواك ونوف الشميع، تحسبوه جيعان من المليهلة، تحسبوه جاي من المليهلة، فهمتني؟ هاك المليهلة صح كرواروش، المليهلة ستنتهي ما عادش، باش تولي اسمها حي السهواك. ولاد محبوبة يزي يزي حصلنا، حتى من أنا والله كل التضامن مع المنيهلة وكل التضامن مع المنيهلة اللي اليوم فهمتني جابت واحد سهواك يكره شعبه، 82 من الشعب ضد السهواك وخوه، اليوم يقارنوا في الواحد منذر الزنايدي اللي اهتزت عليه صحف دولية اليوم والارتيكلوات بجنبكم، لو موند تكلمت عليه، لا 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 لا, لا يعني شو اسمه هذيك تاع تسمع الصحيفة الثانية في أمريكا، صحف برشا تكلموا عليه، قال لك رجل دولة، رجل دولة، رجل اقتصاد، 6 شهور يجيبها لك تونس على السكة، هذا لعب الذر هذا. ونوف الشامية اللي الحمامات ما يعرفهاش، نوف الشامية الحمامات ما يعرفهاش، اصبح ولا يمشي لإيطاليا، واصبح ولا يمشي لألمانيا وكرت كرات، واليوم 5 سنين نلقاو البرني والي بن عروس والي في 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 شيء حزن، كان طباخ في سليانة، ولقينا رياض سكالوب ولا يحلل، ولقينا فهمتني ولقينا معتمدين، معناها سنة أولى
يعني سياسة، ولقينا الجبورة، ولقينا المتخلفين، ولقينا وجوه الفقر، وخمس سنين ريحتنا ناتنا، وخمس سنين معناها الدولة مشات، وخمس سنين مؤسسات الدولة انهارت، وخمس سنين الجيش الوطني يضرب موعد مع التاريخ. وهاكم شفتوا الإهانة اللي عملها قيس سعيد بتعليمات شنقريحة، اللي قيس سعيد صانع شنقريحة، قيس سعيد صانع شنقريحة، قيس سعيد باعها، باعها الجزائر، باعها هو وخوه، باعوا وخوه، باعها لإيران، وهو باع يبيع، هاودي قلابة متحيلين، هاودي إنسان متحيل، إنسان متحيل، متحيل كبير وعميل وخائن زاد، شو اللعب هذا؟ يعني اليوم الجزائر تدخلنا على منظر سنيدي؟ وينكم يا ولاد عمي؟ وينكم يا تساترة؟ وينكم يا برقبيين؟ وينكم يا أحزاب يا محافظين يلي دافع عليكم منظر زنادي؟ وينكم يلي دافع عليكم يا شعب اللي منظر زنادي خرج دافع على شعب كامل؟ ها اليوم الجزائر تتدخل هذا المساء، تتدخلت الجزائر لي عبر شو اسمه علال، هذاك علال سفير تونس بالجزائر في رسالة، وهذه معلومة مؤكدة ومعلومة معناها انه طالبين منظر زنادي يطيح. اللي الجزائر جابت لنا الفقر، الجزائر مليون شهيد جابت لجارتها تونس، مليون مجرم افريقي هربتهم لانهم مشروع تجنيد، لان الوضع في المنطقه وفي الجنوب وشمال مالي وفي ازواد وفي طوارق، الحرب تنتظر في الجنوب على محاور البترول ومنطقة شرارة للحقل النفطي شرارة وما يحيط غدامس. هذه هي جارة السوء تتدخل اليوم في انتخابات حرة، تتدخل اليوم في انتخابات بدون مراقبين، تتدخل اليوم في انتخابات بدون مرشحين، أقصى مترشحين دخلهم للحبس، معناها نكل بالشعب التونسي ونهار الكل الشعب التونسي يدعي عليه بالشر، لأنه للأسف يا توانسة بوه اسم المنصف، كان يقولوا له المنصف الشخاطيرو، لكن بوه كان على الأقل طيب. للأسف هذوما أولاد محبوبة سهواك ونوف الشامية اللي قلبوا الخال في 563 مليون، هذو ما ناس يحبوا يقعدوا على جثتكم، هذو ما ناس ما يمنوش لا بالديمقراطية، هذو ما جابهم الخال. أنا الله لا تربح اللي عرفني به قيس سعيد، كان واحد معناه عرفته قيس سعيد بكيلو تاي مروح لداره، فهمتني، وبالكريستال وفمه معناها ما يعلم، وكان صدره مطبق هكا وقريب يموت، جابوا الخال وجابوه الشباب ورديناه عبد، ما كانش عبد، هو كان اشتر عبد. قال له قانون دستوري، قال له سخطة دي الراجل، البكالوريا واخوها في سوريا، البكالوريا واخوها في، ويتكلم على تثبت في الشهادة العلمية، امشي ثبت في شهادته من سوريا باك بليس دو، انسان مريض، انسان عنده لانابوليجي، انسان عايش في الوسواس القهري، انسان الشعب الكل ضده، وانسان معناها ربي يشفيه، شجرة ما بناهاش يا جوره ما بناها لكمش، رجعنا يا ولدي الخلعه، الاخر قال لي لا رجوع على الوراء، اما وراء انت دين امك، انا حتى قال لي الاخر يا بديده اش بيك قلبت الفيشته؟ سالتي شكونك انت 5% اربع عشرات، انتم اللي مع قيس سعيد عشرات، يا بديده اش بيك قلبت الفيشته؟ خلالي الفيشته يا طحان، الخلعه انا كي خرجت من قيس سعيد، خلالي خلعه مقطعه، ما خلانا شيء. قول لي قيس معذبهم، فاش معذب امك وبوك واختك؟ فاش معذبنا؟ لا معذبنا، جاب لنا لفارقه وبركوا على نساوينا، وجاب لنا بنتي لفارقه وجاب لنا السخط الازرق نتاعكم، لا عذبنا قيس سعيد، لا عذب امك وبوك وعذبنا، الفقر ريحتنا ناتنا، لا استثمارات. والله يا توانسه اقسم بالله العظيم اني كان مش نحكي لكم 2000 رجل اعمال سكروا معاملهم البرا، اقسم بالله العظيم ساعات نلقى رجل اعمال يلي يجي مستثمر يقول لك انا شيء يخوف ما نجمش ندخل، لانه ينفر من الاستثمار، ما يمنش بالفلوس، ما يمنش بالاعمال، برجال الاعمال بالبزنس. اليوم نحيي دولنا العربيه ونحيي الاتحاد الاوروبي ونحيي المجتمع الدولي، لانه بالحق ناس واقفه على تونس ما تستحقش هكا، ما تستحقش هالمجبر، هذوما رياض سكالوب ونوفل سعيد وش اسمه المسيخ هذوما المدملين، هذا ما تستحقهمش. تونس تستحق دوله، رجالات دوله، تونس رانا متقدمين، رانا اول شعب، راه الجزائر هذه كنا مسكرين عليها، سكر الكازي 30 سنه غبن عليه، مسكر عليه ذبانه ما تدخلش. الاخر قال لي اعطينا بدراهمنا،
وكان تسيب لكم دراهمكم واحنا كان دراهمنا لتونس تموت بالشر. فاش تموت بالشر يا معلم؟ اشكو عاد بالله فهمولي دراهمكم فين؟ دراهمكم بالله برحمه والديهم دراهم، دراهمنا دراهمنا، وتخطاكم تونس وتخطاكم الجزائر تموت بالشر. يا خويا اختاني خل موت، كان ميت بالشر، سيب مذهب والدي. اي نعم، بوها العمله الكلبه سيبونا. اليوم تتحمل الجزائر على فكره، حب هذه رساله راه ربما انا هاني بميكروفون واني هذاك هي معناها طرحي السياسي وربما مش مستحقلوش البيعه. تتحمل الجزائر مسؤوليتها في هذا التدخل السافر. اليوم تدخلت في رساله الى بن علاله سفير تونس بواحد عبر شنقريحه، شنقريحه طالب قيس سعيد باعفاء الزنادي. اتفرجوا يا توانسه وينكم يا اولاد عمي؟ وينكم يا تساترة؟ وينكم يا تجمعين؟ وينكم يا اولاد الشعب؟ وينكم يلي منظر جاي للتجميع وجاي للوئام المدني وجاي ليبني بلاد؟ وينكم يا توانسة؟ يحبوا ينحيوا المنظر الزنادي. شنقريحة اليوم يتطاول، شنقريحة اللي يوسم شو القيادات الجيش، وبعت ليك الجيش التونسي رفض تدخل شنقريحة، تدخل الجزائر. ماناش دولة كبرانات يا جزائر، احنا الشعب 90% مثقف. ماناش انتوما شعبكم، انتو قلتوا عليه 90% معناها يعني امي. احنا اولاد اسمى الفهري اللي اسست بغداد، اللي اروى القيروانية اللي اسست بغداد. احنا بلاد معناها اسمى الفهري اللي اسست فاس. احنا بلاد اول طائرة قائدة طائرة في العالم. احنا بلاد 45,000 دكتوراه دولة. احنا بلاد الكفاءات اللي منورة العالم في المواقع الكبرى. احنا بلاد قرطاج، واحنا بلاد الله غالب طحنا بواحد مريض مجنون متحيل فقير، معنى انسان عنده الوسواس القهري، انسان يسب فيه الشعب. اليوم في الجوامع ولا يقولوا اللهم، ما يقولوش اللهم، معناها تعرف الجوامع شو يقولوا اليوم؟ ما يقولوش على الخيف النافع. ما عادش حشنا بالمطر في تونس، ما عادش حشنا، ريحتنا انتانت والفقر ضربنا ولا لا. اليوم يقولوا اللهم ازل عنا الغمه، هكاش يقولوا التوانسه في الجوامع. يقولوا لانه الشعب التونسي لا حول ولا قوه له، ولكن الشعب التونسي توحد. الشعب التونسي اليوم متوحد، والله العظيم اني اليوم فرحان بقيس سعيد فقط لانه وحد التوانسه وخلى التوانسه يد واحده. والله العظيم انكم اليوم نعيشوا في مرحله المقاومه والتحرير، هذه الحرب اليوم اللي نعيشوا فيها ضد المتحين والسهواك ولد محبوبه واخوه نوف الشاميه. نوف الشاميه وقيس السهواك هذوما ناس سرطان، وهذوما ناس قداش رخاص. انا واحد من الناس اقسم بالله العظيم لو كان واحد يقول لي معناها يبخسني حتى بخسه ما عادش تلقاني، فما بالك ب 89% من الشعب التونسي قالوا لك ارحل علينا، ارحل طير طير طير. يا خويا كانك هارب من المحاسبه، يا خويا اسمع، ما عادش محاسبينك، ما عادش باش نحاسبوك، سيبنا، سيب البلاد، سيب البلاد. تقارن في روحك بمنظر الزنادي؟ سنه ثالثه دل كيف انت اخوك، شو قرايتك انت؟ شو مستواك العلم انت؟ قيس سعيد ليس رجل دوله وليس رجل مكروه من العالم ومكروه من معناها ومن الشعب التونسي، ومعناها انسان فاشل اقتصاديا، رجع تونس 50 سنه الى الوراء. خوه متحيل كبير شيعي يحب يجيب لنا معناها ايران وكذا. شو عملت التونس باش تقرر روحك بمنظر الزنادي وتوصل له انت؟ توصل صباطه ودكتور يا 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 نوفل سعيد، قول الدكتور، الدكتور دكتور دكتور منظر الزنادي ورجل الدوله. احترم شوي، احترم يا نوفل الشامية يا وجه الفقر يلي تحيلتوا على الخارف 563 مليون. وديما نقول لكم انا رجعت انا وامي والحمد لله، ولكن يا نوفل الشامية وقيس السهواك انا حاربتكم بالفاتورات. انا عملت لكم 85 ندوه صحفيه بالفاتورات بالتواصيل وبكل شيء، واستحفظت عليها لاني انا زاد يعني انسان ما نلعبش في الخدمه نتاعي، وكي نثبت حاجه نوثقها لكم. وانتم طلعتوا قلابه. ماذا قال نوفل سعيد؟ قال لهم ما ضربوا حتى حد على يده. نوفل سعيد نوفل شاميه كي قالوا له الخال تكلم على فلوسه قال لهم ما ضربوا حتى حد على يده. نعلة الله عليك يا متحيل يا نوفل شاميه يلي انت مش مكروه، انت اصلا ماكش مصنف مع التوانسه اللي خلى معناها الوالده نتاعي اني تغششت انا وياه، لاني ما كنتش نحساب الحلقه مش تتعدى. ف يعني
تقول انا حب انا عاودت قلت لها لامي، قلت لها يا يعني قلت للوالده نتاعي، قلت لها على خاطر انا نقرا والسنوات الكل قاعد يعني، وقلت لها راهو ما كذبش عليا وراهو ما تحايلوش عليا، راني انا ضحكت عليهم، هذا الرساله اللي قلتها لوالدتي، قلت لها راهو ما ضحكوش عليا، راني انا ضحكت عليهم وانا مش نولي ريت مش نفضحهم ومش ناخوهم من قرعه نوفل شعيط وتو نخلص فيهم، وحتى كان ما خلصتش فيهم انا الحمد لله اليوم ماشي مش نطيح السهواك ولد محبوبه، مش نطيح معناها هل 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 هل, هل, هل بعد ما ضربنا لهم وهزينا لهم الكراسي والانصار وكل كل كل هزيناه الماتريال كل هزيناه، وجبنا له معانا وجبنا معانا المغزاه وجبنا معانا الكل والوزاره الكل كل كل، لا والله العظيم ما نخليك انت واخوك وحدكم. وهذا هو معناه الشعب اليوم يا توانسه، كي تلقاو الجزائر تتدخل في بلادنا، كي تلقاو الجزائر شنقريحة اليوم يا توانسة يبعث برسالة إلى سفير تونس ويدعوه إلى إعفاء المنظر السنادي اللي اهتز عليه العالم. وادخلوا شوفوا جريدة لوموند اليوم واللي كتبت على، ادخلوا شوفوا الصحف الدولية والعالم ودول العظمى الكل، اه مش نلقاو معناها مش نلقى واحد جبري ولا واحد مجمل. ها الله يرحمك يا بورقيبه، الله يرحمك يا بورقيبه، كي قلت مجملين فعلا فعلا، ما قعد مع قيس سعيد كان المجمل واللحاس والطحان، سامحوني في الكلمه يا تواسى، لانه ما يساعد ما 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 زال يدعم الفاشل كان الطحان. هكم تشوفوا سكالوب رياض سكالوب وقال المجموعه النيره اللي طاروا فيها، هذا هو الخبر اليوم، وهذا هو تعرف تدخل الجزائر. شنقريحة اليوم يعطي رسالة إلى 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 بن علالة هذا السفير نتاع تونس في الجزائر، وهذه معطيات رسمية، ويطالب قيس سعيد بإعفاء منذر زنادي من السباق. هذه بلادكم يا توانسة اللي باعها قيس سعيد، هذه بلادكم يا توانسة اللي الجزائر تتدخل في الشأن التونسي. الجزائر الفقيرة ثالث أكثر ثالث دولة معناها احتياطي الغاز في العالم، وربع القارة الأفريقية، وما عملتش حتى يجورة في مطار بومدين، العالم يكرهها، حتى ما عندها حتى حليف الجزائر، حتى روسيا اليوم اللي كانت أول حليفة ليها تعاركت هي وياها، جزائر جابت لنا الفقر. باحترامنا للشعب أنا نحكي على شنقريحة والكبرانات وعمي تبور اللي قال افتحوا الحدود، تكذب على شكون؟ معناها يوصل الرئيس يقول افتح الحدود يا سيسي، افتحوا الحدود، تفتح على شكون تكذب؟ على شكون تتساوى؟ لانه انت على غالب، احنا الشعب التونسي مثقف. هذايا تبون جاء في حمله انتخابيه قال لك افتح الحدود يا سيسي، خليني نحرر فلسطين. شوف قمه الجهل وقمه الشعبويه معناها، وكانك انت تفضل برا حررها، تفضل علاش الكذب؟ لا، لانه مش الصعب يصوت له، ولانه يعمل على كالجاهلين وكا 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 الجهل. اما الشعب التونسي 90% قاري يا تبون، ومعمرها لا تكون دوله الكبرانات في تونس. وقيس سعيد قوس سينتهي، اتخذ القرار منذ مده، ما عادش السيد هذا الساق وما عادش يحطها في تونس، لانه ابناء الدوله الوطنيه قائمون، ولانه رجالات الدوله قائمه اليوم، والشعب متوحد وموحد مع رجالات الدولة ومؤسسات الدولة. وشكرا لقيس السهواك ولد محبوبة الذي وحدت الشعب التونسي اليوم. حقيقة اليوم ما حبيتش نخرج، ولكن حبيت نخرج باش نقول لكم يا توانسة، شوفوا الجزائر وين وصلت، شوفوا الجزائر وين وصلت، يلي عركتنا مع جيراننا ويلي قطعت علاقاتنا مع دولنا العربية كيما المغرب الشقيق، ويلي فهمتني خلاتنا معزولين في العالم. ولأنه تبون وشنقريحة القاو عنا إنسان مريض، إنسان الله غالب كنورمال مو ما يشدش حتى عائلة، إنسان مريض هكاكا، لعبوله اللعبة ولا خاطب في صبحهم، مشى باع تونس لأوروبا ولا حارس عند أوروبا. وقيس سعيد راهو يبيع تونس لأي بلاد، باي بلاد، هذاك هو العميل، هو اكبر عميل،
لانه هو كل نهار يكذب على التوانسة ويقول العملاء والخو. اكبر عميل وخائن هو قيس سعيد، باع تونس الميلوني، اصبح كلب حراسة فقط، ما يهمتوش هو في التوانسة، ما يهمتوش حتى يضمن بقاءه. ولكن العالم والمجتمع المدني والشعب التونسي أقوى من كل تحيل وخيانة وعمالة. قيس سعيد الذي باع تونس إلى الجزائر، قيس سعيد الذي أهان قيادات جيشنا في تلك المحاضرة البشعة، واللي سمعوه العالم الكل، وهو معناها يعمل في التغيير الحكومي، ووصف وزراء الجيش اللي هم وزير الصحة والفلاحة ونبيل عمار اللي يخدم فيه نهار وليل، وصفهم يعني بالخونة والارتماء في أحضان المنظومة وكلغة المنظومة. اليوم ما عادش فما منظومة، اليوم فما شعب ضد قيس سعيد. اليوم قالها المرصد الإحصاء الأوروبي، قال 82% من الشعب التونسي ضد قيس سعيد ورافضين لبقائه، لأنه هذا عيب. اليوم الجزائر شكون خلاها الجزائر تبركس علينا يا توانسة؟ هو قيس السهواك ونوف الشامية أخوه. شكون خلى الجزائر تتدخل فينا؟ هو قيس السهواك ونوف الشامية أخوه. شكون خلى لافارقة اليوم شكون صحح في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاتفاقية وجابونا لافارقة؟ هو قيس السهواك ونوف الخوه. اليوم الجزائر اللي كنا مسكرين عليها الحدود وكنا فهمتي ما نعيشوش بيها، والاخر يقول لي دراهمي، والاخر يقول لي الجزائر تختاكم تموتوا بالشر. الجزائر خويا تختاكم تموتوا بالشر. الجزائر 1 2 3 فيما يبعد دين امنا يا معلم، يبعد دين والدينا يا معلم، تيرانا متقدمين عليكم، تيرانا طايرين عليكم، تيبعدونا يا خوي. والجزائر تختاكم الجزائر، واحنا الجزائر رانا يا عمي رانا احنا نحبوا الجزائر، لكن ما نحبوا راهي ضرتنا، راهي دخلت فينا، راهي الجزائر اليوم تحب تكرنا الحرب هذه عندها جمعتين ورفضها الجيش التونسي. وشكرا الذي فل والجنرال الغول، انتم شرفاء وسيذكركم التاريخ. لا يعني انكم مؤسسة عسكرية ما يحكي عليكم حتى، لا، سيكتبها التاريخ وسنكتبها في مقالاتنا حتى يسجلها ابناءنا في معركة تاريخية. ارادوا ان يجروا هذا شنقريحة وتبون، حبوا يدخلونا في عركة مع جيراننا في ليبيا، اللي العركة توا صايرة على منطقة حدودية في غدامس في حقل النفط شرارة، والعركة اللي صايرة ما بين الفاغنر شمال مالي وروسيا تتهم الجزائر بتسليح الأزوات تحرير حركة تحرير الجنوب، والجزائر تتهم روسيا بأنها أفشلتها في البريكس وأمورهم مشكلتهم. ايش مدخلنا صورنا من الجزائر؟ ها قيس السهواك ولد محبوبة يلي كي نقول لك يلي غشيتنا بهاك التقرير الطبي، كان نحسبوك ضارب، كان نحسبوك خيوطك سيئة، كان نحسبوك مريض. والله لنحط يديه معاه، والله يا توانسة كان في بالي بي هذاك التقرير الطبي، وقسما بالله لا نخسر عليه فرنك. السيد طلع عنا مريض، والسيد هذايا يرقد من الثمانية، والسيد هذايا معناها انسان ما يحسش راه ولا كي يا ودي، حتى دارهم تو العائلة نتاعو دايرين عليه تو الفترة هذه، والله لا يهمته يحب يقعد. يا سيدي يلي دايرين بقيس سعيد قولوا له يا خويا ماناش باش نحاسبوك، يا خويا اسمح في دين امها المحاسبة، كانك هارب من المحاسبة. قيس سعيد وخوه هاربين من المحاسبة، يقعدوا بأي طريقة يقعد. ان شاء الله تاكلوا الحجر، ان شاء الله تولي الشعب التونسي يبدأ فهمتني يبدأ هذوما جواعة، عائلة جواعة وجيعان، كي تحطوا في مرميتة كسكسي شو يصير؟ ردوا بالكم تختاروا واحد جيعان. هذوما أفسد مسؤولين، مليارات نهبوها ولاو يمشيوا البالي، ورئاسة الجمهورية ولات فواتر واي ياكلوا في الحم، وقيس سعيد فهمتني شنو اللي عم زاد لرئاسة الجمهورية أكبر ميزانية زاد فواتر واي، ياخذ في 50 مليون السيد، نسابوا عائلته وكل سرقوا البلاد، كلهم سراق. أكثر أفسد مسؤولين في تاريخ الدولة التونسية والإدارة التونسية والدولة التونسية عادت يا أولاد أختي إلى 50 سنة.
الدولة التونسية فلست عندها أكثر من سنتين ونصف، غير ما يحبوش يقولوا لكم تونس عادت إلى ما قبل الاستقلال ولا بعد الاستقلال عام 1957. انهارت المؤسسات وانهارت المالية العمومية وارتفع نسبة الدين إلى 5 مليار دينار في الثلاثي الأول، ونسبة الفقر يتوانسى 33.2. هذا ما جناه علينا قيس سعيد، نسبة الفقر ثلث الشعب التونسي تحت خط الفقر. ويكم يا توانسة يا حرار، ويكم يا توانسة يلي تو تبكيو على تونس، ونقعد ونبكيو على الحصلة الكلبة اللي عملناها، هالحصلة الكلبة اللي راجل دمر بلادنا اقتصاديا. شنو المشروع اللي عمله؟ كالنار قال لي مدينة صحية في القيروان. يا طحان يا ولد طحان، مدينة صحية في القيروان برا شوفها، أربعة ياجورات وكلب، أربعة ياجورات وكلب. يا كذاب يا متحيلين، اشكون 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 قعد مع قيس سعيد؟ اشكون النوابغ مع ريتوشي؟ استاذ عنده استاذيه مع قيس سعيد، ريتوشي دكتور مع قيس سعيد. قعد مع كان رياض جراد، رياض سكالوب، باق في 6 شهور طردوه في القرايه لانه سرق سكالوب نتاع ليزات نتاع القصرين. شكون قعد معاه؟ هذاك محلل، هذاك محلل. ما نقولوا احنا، شو نقولوا احنا قارين معناه وعاملين 7 سنين فهمتي في العمل السياسي، ومدرجين من اتحاد الطلبه لشباب الجبهه الشعبيه، ثم 7 سنين حزب وحراك و85 ناده صحفيه، وانا قادم على اني نعد الدكتوراه في المرحله السياسيه وفي العلاقات الدوليه. شو نقولوا احنا؟ ومقالاتنا البرة نخرج كان في قنوات البرة احنا، وصحفنا موجوده ومقالاتنا موجوده وكتبنا موجوده، لانه الاعلام التونسي خلى روحه هكا. راهو ما تلوموش رياض جراد، لوموا الاعلام التونسي، لوموا نقابه الصحفيين، لوموا القناه التاسعه عمر جنيح وشرف الدين. شكون جابوا رياض جراد؟ تماكم جبتوه انتوما، تماهم جابوه مش يتقبح، لا عنده طرح سياسي ولا فكر ولا استشراف ولا حتى شيء، يجي اي واحد راجل كبير يهنتلو بقلة أدب. هذه سياسة، هل لأنه زاد يتسبب فيها الإعلام وقناة التاسعة والصحف والعائلة الصحفية هما السبب، زاد حقهم سكروا عليه، سكر عليه. ما تقبلوش، ما عندوش الحق، ما عندوش تكوين سياسي، ما عندوش طرح، عنده كان القباحة. وهل القباحة توصل؟ وهلا قباحة اليوم نجي نتقبح في راجل كبير كيما سيد احمد صواب، 34 سنة في المحكمة الإدارية، نتقبح فيه ونجادله؟ شكون يجادل في الفقه القضائي؟ رياض سكالوب يجادل احمد صواب في الفقه القضائي. الله 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 الله. وشكون؟ رياض جراد تتطاول على 27 قاضي، وتكتب هذه بنت حنان وهذه بنت رشنوة وهذه مرت القاضية مرت رجلها راهو سرق السنارية في تينا. انت الله عليك، اين انت الله عليك يا رياض سكالوب، يا اللي كنت من حزب الحزب، يا مرتزق، يا عميل، يا اللي عندك قضايا ابتزاز رجال اعمال ستخرج الى العلن. وانا بهالمناسبة نقولها لكم ولاد اختي، انه السيد هذايا بطبيعه لازمناش نخليه هالكركاس هذوما والحشرات هذوما اليوم معناها ما عادش يقعدوا في المشهد. لكن اي رجل اعمال ابتزوا رياض جراد، رياض سكالوب ابتزوا في الفلوس، راكم مطالبين اليوم مش نعمل الملف هذايا ان شاء الله مش يتحاكم السيد هذايا. وانا اوعدكم به حاجه اخرى، انه البرة ينساها كان حمايه او حمايه أو لجوء سياسي أو لجوء إنساني، هذا من وعد الخال. والناس اللي تعرف الخال يقول لك الخال يفعل. أنسى أنك البرة تلقى حكاية، أنسى من البرة، أنسى من داخل تصرفوا معاها أنتوما يا توانسة. هذا يتطاول على الناس ويتقبح، شو عنده؟ عنده كان القباحة. هل اليوم ثماشي قناة دولية وقناة عربية تستدعي رياض جراد؟ ما يستدعيش. أنا واحد من الناس، لأني أنا قارئ السياسة وانسان متمكن وقاعد نقرا وما زلت نقول راني، بالرغم انه حتى كي يحطوا لي محلل سياسي كتيتر في قناه او في قناه الشرق او في اي قناه، انا نستحقها لاني هكا سيرتي الذاتيه، لاني قريت عليها، لاني 7 سنين ممارسه، وتدرجت من العمل الطلابي الى شباب الجبهه الشعبيه، ثم
عملت الحزب وعملت الحركة وثم بديت نتحرك. أما أنت شو عملنا رياض جراد؟ هل علاش ما تستقبلوش أي قناة دولية وعربية لأنه عندهم المهنية جيبوا رياض جراد؟ يا أخي ما يعرفوش السي في نتاعو باك بلس 6 شهور. ها رياض سكالوب شو تسمعوا طرحوا الشرطية والشرطية والشرطية والمنطلق والشرطية. أنت لا سردية ولا منطلق ولا حد شيء، أنت غير مصنف لا في اتحاد الطلبة ولا في النخبة السياسية ولا في التاريخ ولا في الجغرافيا، أنت مرتزق وعميل السهواك ولد محبوبة فقط وارجع للسطر. قال لك هذا هو براد ثالث وقال الآخر لفحم. هذا هو السيد هذا اللي تحكيوا عليه. فيا توانسة اتوحدوا يا توانسة، وأنا ديما نقول خاصة لهكا تساترة وهكا البرجيبيين وهكا التجمعيين وهكا الناس اللي 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 10 سنين زاد فهمتني كبوس هذا في كبوس هذا. راه الجزائر تتدخل لاعفاء منذر الزنادي لانه هذا الرجل يحظى بشعبيه كبرى في تونس وخارج تونس. هذا الرجل راه الناس تدعم فيه، ليس تدعم فيه لسيرته الذاتيه. اول وزير اقتصاد في عهد لحبيب بورقيبه، أول وزير تجارة والده المنظر عبد العزيز، والده المهندس أول مهندس تونسي هو اللي بناه مطار قرطاج، عائلة محترمة وهو محترم وهو ابن الشعب. وأي واحد يقعد يحكي معاه وشوف الأخلاق نتاعه اللي ولاد محبوبة يصوروا فيه بكاس بكاس، يصوروا فيه ولاد محبوبة ولاد هذه بثينة فراشة وبنجية البوالة وهالمجبر هذوما صوروه يشرب في جون بيير. هو ما جون بيير اللي موجود حتى في أوروبا حتى البرة موجود، ولقاو قالوا إنه الراجل يسكر، هو يسكر تقيس وهو صار لا يشرب ولا يتكيف. هذه ملاحظة خلينا نحطوها في إطارها، احترموا الناس. شوفوا خطابه منظر الزنادي، ليش بد واحد بعيب؟ شوفوا خطابه برا، تبع خطاب الراجل. ما عادش تظلموا العباد، ما عادش بلادك في خطر. منظر الزنادي لا هو مش يسرقك لانه ملياردير ولاباس عليه من الاول، من اوسط الدنيا لاباس عليهم عائلة الزنادي. ولا هو مش فقط الراجل مش يجي يحط لك بلادك على السكة 6 شهور، 6 شهور رجل الاقتصاد. تتبعني في قيس سعيد المجنون وخوه وجبور هذا من تحت، تهز علي تهز علي الوسخ، انا تو والله كي نتذكر نبدا نعملك، تهز علي المجبر. قيس سعيد لا يؤمن بالكفاءات، لا يؤمن بكفاءات الدوله ورجالات الدوله. قيس سعيد حاقد على رجال اعمال وعلى رجالات الدوله، انسان حقود، انسان جاهل، انسان معقد، معقد من واحد قاري اكثر منه، في هو اي واحد، انا قاري اكثر من قيس سعيد، معقد، معقد، مشى كذب على التوانسه. عمل دكتوراه فخريه في ايطاليا، يكذب عليك المجبر هكا خناب الدجاج، ليه يا صاحبي؟ عنده دكتوراه، عنده سخط على راسه، دكتوراه، قيس سعيد عنده دكتوراه، عنده باك بلس دو، اسيستون، 15 سنة ما ترقاش، ليه يا صاحبي؟ راهو استياط، استياط، يعمل لك استياط، تونس فيها 500 ألف أستاذ، تونس فيها 500 نصف مليون أستاذ، شو عنده شيء، لا سياسي، إنسان ومريض، وإنسان معقد، وإنسان فاشل، فاشل، وسيعيش فاشل، وسيموت فاشل، وبالله حب ديما قوسين نحلوه. أنا راني اللي تبع حوارات الخال وتقارير الخال، قلت لكم قيس سعيد قوس وسينتهي، بالانتخابات ولا ما غير الانتخابات، مطلع جام في 2025 ما عادش تلقاوه، لأنه ماناش وحد، لأنه هذا الرجل لا يعرف السياسة الخارجية. هذا الرجل لا يؤمن وليس له أي منطلق سياسي في السياسة الخارجية. هذا الرجل لا ينشط خارجيا، هذا الرجل محتك على قصره وعلى غرفته. ها وعطيه كان يقعد، كان يقعد. فهذا شو نقول لكم أحبابي، هذا شو نقول لكم يا أحبابي اليوم في هالخبر هذا، انه الجزائر اليوم، وانا عملنا تقاريرنا للدول والعالم والصحف ووكالة الرويترز، ها ما نجموش نسكتوا على الموضوع هذا. الجزائر تتدخل واللي قيس سعيد يتكلم الشياطة، نحن لا نرضى ان تتدخل بنا ايته، حتى عربيته مخيبة يا اخي، مخيبة
خويا اقسم بالله كعبد الباري عطوان والله قد ما قلد في عبد الباري عطوان ولا فاش قلد. انما نحن لا نتدخل في سياستنا ولا نرضى ان والجزائر اش تعمل اسا هواك والجزائر اش تعمل الجزائر تتدخل فيك حتى في قصرك حبت تتدخل في جيشك الجزائر محتلتك الجزائر ومحتلينك الافارقه وتحل في كشختك كشختك تحل فيها يا سهوات يا ولد محبوبه وتقول نحن لا نرضى ان تتدخل الدول واللي صاير شنو الجزائر الافارقه تك محتل انت تك محتل من الجزائر توشين قريحه تكف اليوم قال لك يا صانعي ها قال لك يا صانعي يا قيس السهواك نحيلي الزنايدي هيا حل فمك تكلم تكلم مع عشين قريحة يا بيوعة يا مرخص. وانا راني ديما نقول يا توانسة راني كي نتهجم على رياض سكالوب او كائن من كان راني لا فقط لاني نحب الاحترام ونحب التحليل بالاحترام مش كيما رياض سكالوب يتطاول على رجال الكبار وعلى سيد احمد صواب. وانا نحب نوصل رسالة زادة كان يسمع فيها سيد احمد صواب ونعرفه لمدة 6 سنين كان صديق ربما انساني ونسيته ولكن جيت مرة على كالبيرو وقت قاعد فكالبيرو على ابواب الانتريت فانا استمعت الى النكت وراجل ينكت وراجل صاحب فذلك وراجل هذا احمد صواب كنز حتى كنز يتاول عليه ها يتاول عليه فرخ صغير حشرة 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 ليس مصنف شبه مدون ولا تيكوي كان مدون كان شبه مدون هبط له انا في الواحد حشره كيما هذاك ها يبتز في رجال اعمال ها ونادي عكاشه هبط حط نادي عكاشه ريت يرحم مصبح مع كان مع يوسف الشاهد طاح يوسف الشاهد ضرب يوسف الشاهد كان معنا بين مقارونة طاح نبي المقارونة ضربنا بين مقارونة بعت ليك فهمتي كان مع نادي عكاشه طاحت نادي عكاشه هذا انسان مرتزق هذا انسان عميل هذا انسان حشره حشره مع احترامي للحشرات واضح طبعا يا توانسه هذا اش حبيت نقول مش منطولش عليكم ان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها وان شاء الله توانسه تتوحد ورانا نعيشوا في حرب كما قال سيد احمد صواب انتقلنا من مرحله التحرير الى مرحله المقاومه نعم لانه اليوم 82 من الشعب ضد قيس سعيد هذا المتحيل وهذا السهواك الاكبر هو اخوه هذا هو تدخل الجزائر اليوم شوفوا يا توانسة تماشي منظمات تتكلم لا لشيء لأنه هذا التقرير اكتشفناه اليوم بطريقة ذكية جدا حتى يعلم قيس سعيد السهواك والشنقريحة والكبرانات أن تونس وراءها رجال وأن لن نسمح لكم وقد تصدى لكم الجيش منذ أسبوعين وقام قيس سعيد بإهانة الجيش بتعليمات الشنقريحة لأنه الجيش رفض تدخل الجزائر و رفض تدخل الجزائر في الشأن التونسي ورفض التدخل في معركة غدامس أن حبوا يجروا الجيش التونسي في معركة الجنوب في منطقة شرارة أين تتمركز الفرقة 444 والفرقة 17 من الزنتان أين تمر الآن مرحلة الحرب في الجنوب التونسي احنا ما ندخلوش في عركة مع أخواتنا الليبيين كما ضربتونا مع أخواتنا المغاربة وكما ضربتونا معناها فهمتني يا جزائر يا جزائر يا وجه السوء يا جزائر مع احترامنا والله العظيم يا شعب الجزائر أن احنا شعب نحبوكم والله العظيم يا شعب الجزائر أن رانا نحبوكم وراكم كذا لكن خاوة خاوة اليوم ما عادش خاوة خاوة اليوم كي تشوفوا تبون نتاعكم وشين قريحة شعامل فينا في شعب تونس عندنا واحد الله غالب على مراد الله باحة الجزائر قيس سعيد ولكن عيب عيب باسم العلاقات باسم الدماء التي سقطت في 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 ساقية سيدي يوسف باسم يعني المناضلين اللي ماتوا من أجل الجزائر التوانسة لأن احنا خذينا الاستقلال قبل الجزائر المناضل خليفة النفاتي والمناضل زرقون اللي عملونه نهج هذوما مناضلين زرقون جاء من ليبيا واستقر في تونس ثم قام بمساعدة حرب التحرير وشارك في حرب التحرير الجزائرية ولما عاد إلى تونس مات في ذلك النهج هذا زرقون اللي وأبطال تونس اللي ماتوا من أجل الجزائر والله لا نستحق الشيء اللي قاعد يصير فينا يا شعبنا الجزائر ولكن نحبوكم تعذرونا ونحبوكم تعذروا شعبكم ورانا التوانسة لأنه راهو الشيء اللي صار من الجزائر
ولينا كتوانسه نقولوا جاره السوق، رانا نحكيو كان على التبون وعلى الكبرانات وعلى شنقريحه وعلى هالهم الازرق اللي يحبوا يسيطروا على بلادنا، وانا نقعدوا ديما نحبوا، لكن احنا زاد الجزائر ثبت لنا في علاقه، في قطع علاقاتها مع جارتنا المغرب، في قطع علاقاتها مع عديد الدول نتاعنا الصديقه. الجزائر هي اصلا ما عندها حتى حليف، حتى روسيا دارت عليها، الغرب ضدها، ففقرتنا الجزائر وتعبتنا، وحطت قيس سعيد خاطر في صباحها، لانه قيس سعيد باعها فون كوميرس، باعها فون كوميرس يبيعها، متحيل كبير، ها اكبر متحيل في العالم، اكبر متحيل واكبر عميل واكبر سارق واكبر خائن للوطن هو قيس سعيد، باعها لانه قيس سعيد هو خائن وعميل، ويخرج للتواسة ويتكلم بالثورية والسيادة، ويتكلم معناه فهمتني بالوطنية، ويقول نحن الشعب. ها انت الشعب، اش قاعد لك جمل مازلت تقول نحن الشعب؟ اش قاعد لك؟ الناس كل ضدك. فربي يفرج علينا يا توانسة، وربي ان شاء الله. ها والله العظيم انا كل يوم نسمع بشنقريحة يطالب قيس سعيد بإعفاء منذر زنيدي اللي اهتزت ليه صحيفة لوموند، واهتزت ليه صحيفة التايمز، وادخلوا شوفوا، ادخلوا شوفوا تصريح لوموند، لأنهم عارفين أنه هذا رجل اقتصاد. رانا راو الناس اليوم الكل، آخر واحد مش تخمم فيه مش يسرق لك البلاد منذر زنيدي، شبع شد الترجي الرياضي يمكن 8 سنين، عنده يعني لاباس عليه، لاباس عليه من أول الدنيا، أبوه لاباس عليه من أول الدنيا. ها ومجمع زاد، معناه انسان جمع الجميع بعمره لاقصى حد. فاليوم عيب ان نقعدوا بهالمراره، تتدخل فينا الجزائر برساله الى سفير تونس، ها رساله شنقريحه عبر سفير الجزائر بتونس، ها طلبوا فيه باعفاء الزنيدي. ويا خيبه المسعى، لو كان السهواك ولد محبوبة ينحي الزنيدي، يا خيبة المسعى اللي اليوم ولينا محافظة جزائرية، وقت اللي اهتزينا وقلنا لك السيد واللي هاجمته أنا في قناة العربي وقلت له تسحب الكلمة ومسجلك نجم تدخلوها موجودة، فأنا وقتها كنت نحسابه يفدلك الراجل، قال محافظة هذه الجزائر يا شعب الجزائر رانا نحبوكم، ورانا والله شعب طيب وما نستاهلوش، لكن عندكم تبون هذايا والشنقريحة والكبرانات راهم يتدخلوا فينا، راهم عاملين منصة فيسبوكية في سوق بولهراش، 7000 حساب وهمي يبعثوا فيه يدعموا في قيس سعيد من سوق بولهراش، مش يسبوا الخال ويسبوا الأحرار ويسبوا الشعب. هذه هي الحقيقة المرة يا شعبنا الجزائر، وربي إن شاء الله يعطيكم الوقت الطيب، وربي إن شاء الله يعني هذا هو معناه بكل ألم أنا نقول لكم إنه قاعدين نعيشوا في 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 فترة عملنا بالحق. إحنا في احتلال، مش احتلال لفارقة والجزائر، لا إحنا قاعدين نعيشوا في احتلال قيس سعيد، هذا اللي خارج على التاريخ، وهذا الإنسان ربي يشفيه. تصبحون على خير، تصبحون على محبة، ودعواتكم في الجوامع التونسية ما عادش تدعيوا على المطر، قولوا اللهم أزح هذه الغمة، على الاقل خليه يرتاح يا خويا. يا قيس سعيد بالبدايه انت راك ما كنتش تكون رئيس مطلع 2025 بالتقارير الدوليه، لانه كل شيء انتهيت في تونس، ادعوك الى الاستقاله والانسحاب، وهذه دعوه مره اخرى، ها خلي على الاقل تغفر ذنوبك مع الشعب هذايا، استقيل يا خويا وانسحب وجيبها راجل ربما يغفر لك الشعب هذايا. يا عمبوها المحاسبة كان نبيع روحي للجزائر، هنا عمبوها المحاسبة كان نجيب مليون افريقي والجزائر هربتهم، اسمح فيها المحاسبة، البلاد تمرت والعيشة انتانت وعناه والبلاد فقرت، سيب تونس يرحم والديك، ربما كان يرجع لك شاهد العقل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.